فريده. يا اهلا فريده، منور الدنيا. ميري كريسماس. ميري كريسماس يا شيخ. اهلا وسهلا، خلينا نرحب بكل مشاهدينا في كل مكان، يا رب تقضوا عندنا وقت حلو تتبسطوا وتنطلقوا معانا النهارده في 4 شارع شريف. عندنا النهارده فريده موسي، فرافيرو عامله سفره تجنن ومنوره. اهلا وسهلا بيكي. بعد ما نخلص مع فريده زي كل يوم 4 بنتكلم عن تغذيه البيبيهات الصغيرين والاطفال وفقره هيرو بيبي، والنهارده نورنا فيها استاذ دكتور محمد البربري، استاذ طب الاطفال وحديثي الاولاده بكليه الطب جامعه عين شمس وسكرتير عام الجمعيه المصريه للاطفال حديثي الولاده والمبتسرين. بعد كده عندنا شو يجنن مع دانس ويز نانا تيم، وهيعملوا لنا حاجات حلوه قوي، بقعد منتظرهم وعندي مفاجآت كتيره ليهم من بينجو احلى لعب ومن همسو احلى حلويات. اي حد عايز يتواصل معانا خشونا على صفحتنا على الفيسبوك 4 شارع شريف، ممكن كمان تتواصلوا معايا من خلال الانستجرام شريف مدكور تي في. تعالوا كده نسلم ونسبح ونمسي على حبيبتنا فريده. ازيك يا فريده؟ يا اهلا وسهلا. يا رب في 21 كده تبقي ماما فريده الجميله. ان شاء الله يبقى عندك احلى بيبي في الدنيا ان شاء الله، يتربى في عزكم يا رب، في عزك وعز ابوه وجدوده وخلانه وعمامه يا رب يا حبيبي. وانا كمان انا خلاله وعمامه مع بعض طبعا. ما انت شفتي على راسي كده يا ايت شختي. ايوه وجوزك اخويا. ايوه شفت بقى ازاي عمامه وخلانه وكله. العيل اللي جاي ولا العيل اللي جاي هيبقى ده عمه وخال بس هو نفر واحد. صح صح طبعا. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله حلو. سفره الكريسماس اشاور تقولي لي ماشي هنعمل كل ده؟ لا هنعمل حاجتين منهم عشان الوقت. هنعمل عايز الاول اقول اشاور على ده. هنعمل ستيك لحمه بصوص صوص خضروات كده فريش. اوكي وهنعمل ايه تاني؟ وده مش هنعمله بس هنقول طريقته. ده بطاطس أوكي. معموله بالبيف بيكن والبسطرمه وكده. اوكي وده رول جبنه بالبنجر. حلو ده. ده حلو بقى في او جنبه بقى بيتقدم بقى كده بسكويت وحاجات جميله كده. الله وايه ده ملوخيه دي ولا ايه؟ ما هي للاسف في الطبق شكلها ملوخيه ولا ايه؟ ده الصوص الاخضر اللي بيتحط مع اللحمه. بيستو ولا ايه؟ لا بالكزبره بقى الفريش والبقدونس وكده. طب انت جاهزه؟ انا جاهزه. نقول المقادير؟ نقول مقادير. يلا المقادير يا مولاي اتفضلي. اول حاجه عندنا شرايح لحمه انتركوت، وعندنا عصير برتقال وعصير ليمون، خل، توم مفروم، صويا صوص، ورشستر صوص، ملح وفلفل، زيت زيتون. ده للتتبيله بتاعه اللحمه. للصوص بقى اللي هو الاخضر ده عندنا كزبره فريش، بقدونس فريش، بصل، زيت زيتون، عصير ليمون، توم، تشيلي فليكس، الفليكس اللي هو الشطه ده وعندنا بشر ليمون وخل. اوكي خلاص يلا بينا. هدخل على طول على التتبيله بتاعة اللحمة. هحط عصير البرتقال مع الصويا صوص مع الورشستر صوص. حبيبي ده بقى في اللحمة بص ما اقولكش تحفة. وشوية توم مفرومين. ناخد ايه تاني؟ ملح وفلفل، ممكن شوية خل وزيت زيتون. وادي خل وزيت الزيتون، ممكن تستخدموا خل عنب لو عايزين. التتبيله دي مفروض انه تقعد اللحمه في التتبيله لمده يوم عشان تتشوي لو عايزين تشوها على الفحم او تتعمل في الفرن او في الطاسه زي ما انا هعمل كده. تخش بقى في المسام بتاعتها بتبقى طعمها بقى خطير. احنا طبعا عشان وقتنا فمش هنسيبها اكيد يوم. كل اللي هنعمله بقى هنبتدي نشوحها. اقول لك حاجه، قولي نشوحها ممكن في طاسه فلات عشان الناس تبقى شايفه احسن. ماشي ممكن وعندي شوايه. يا ريت. شفتي بقى احلى واحلى. طيب هنحطها على الشوايه بتاعتنا. ممكن واحنا بنعمل الصوص عقبال ما هي تسخن بس. بالظبط خلاص يلا نعمل الصوص بقى. هيتعمل في الكبه. يلا تورنيدو جاهز. يلا بينا. اول حاجه شيلي جوانتي بقى خلاص كده. هنعمل كده، هنحط توم مفروم كده. اوكي عليه بشر ليمون. اوكي عليه ايه تاني؟ شويه ليمون عصير كده. اوكي عشان يبقى مزج كده وحلو. ايه تاني؟ شويه بصل. الصوص ده بقى يا شريف بيتقدم كده مع اللحمه. ده اللي عامل زي الملوخيه. وبعدين بقدونس ولا ايه؟ وبعدين اهو التشيلي فليكس. حلو قوي. نشيل بس ايه منها العروق، لا الحته اللي هي اللي فوق دي اهو كده. وهناخد بقى شويه كزبره، ايوه، وشويه بقدونس. وفي هناك ايه ده؟ ثوم. انا كنت جايبه واحده صحيحه عشان ايه خلاص. فحطيت تمام. انا كده بيتهيألي كده كفايه، ونزود بقى زيت زيتون عشان تلف معانا والطعم يبقى تحفه. ده بيتقدم مع اللحمه. اللي ما عندوش زيت زيتون يحط اي زيت، اي زيت، زيت نباتي عادي مفيش اي مشكله. انا هنا الطاسه سخنت، هحط اللحمه تتشوي. اجيلك؟ لا لا، انا هعملها على طول. طب انت بتشوي اللحمه وانا ايه اضرب الايه؟ كده ده الصوص بتاعنا اللي بيتحط على اللحمه. اوكي، الصوص ده هيتحط على اللحمه، وبعدين ايه بقى بنقدم جنبه البطاطس اللي جنب اللحمه. ممكن اقول طريقتها بسرعه لو حابين، ولا نبتدي في الجبنه؟ اوكي، البطاطس مفيش، احنا عندنا بطاطس مهروسه مسلوقه ومهروسه، وبيف بيكن مقلي في الزبده هو والبسطرمه، وبصل متشوح، وزعتر فريش، وبيض، ولبن، وجبنه مبشوره، وبقسماط مطحون خشن، وملح وفلفل. اوكي، كل اللي بنعمله بنخلط كل المكونات مع بعض، وبنعملها على شكل قوالب، وبندخلها الفرن على وشها البقسماط بس. البقسماط ده قبل ما تخش الفرن؟ عشان ياخد التحميصه ويبقى كرانشي كده والواحد بياكل. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل بقى نقول رول الجبنه. يلا، ما دي رول الجبنه يا اولاد لغايه ما اقلب اللحمه. عندنا بنجر مسلوق ومبشور، جبنه فته بطعم البلو تشيز، وعندنا لبنه، بصل اخضر، عين جمل، زيت زيتون، ريحان، وزعتر فريش، وبسكوت مملح. بس كده، ما فيهاش اي حاجه. هجيب بوله بقى، البوله بتاعتنا كانت ورا. واحده كبيره ولا صغيره؟ اي واحده. انا بقى ماشي ميرسي يا شيخ. هخلط كل الجبن مع بعض بايه بقى؟ بالشوكه. بولا هجيب لك حاجه تخلطي بيها. اوكي، انا هحط الجبن بس، وعندي هنا اختياري جبنه مبشوره عشان تعمل ايه، تمسكها مع بعض، واللبنه اهي، والزعتر الفريش، بصل اخضر، شويه من عين الجمل هاخدهم كده متكسرين كده. بتاع ده حلو بشكل، بيعجن كويس قوي. الايه اللي في ايدي ده؟ ده في الصوصات بيقلب كمان يا شريف تحفه. كل حاجه بيعمل ميكس حلو قوي، اللي اخترعه شاطر ذكي. وانا اول ما شفته ما بقتش فاهم ايه البتاع ده. ايوه انا فاكره، هو كلنا ما كناش فاهمينه على فكره في الاول، لان احنا متعودين على الويسك العادي، مفيش منه في السوق على فكره. هو في اماكن معينه. ده ريحان فريش كده. كل اللي هعمله بقى هجيب الطبق، واجيب زيت، وابتدي بقى اعمل رول الجبنه. هنا هحط شويه من الزيت عشان بس الجبنه ما تمسكش عليه. ماشي، هنزل لك حط شويه لا الجبنه الاول. خلاص، هي كل الفكره ان هي جبنه هي متماسكه جدا، مفيهاش اي حاجه، نعملها على شكل رول في الطبق كده كده. ممكن تعملوها باي شكل تاني يعني، ده حاجه اختياريه. وبعدين بنحط عليها البنجر ده خلاص. خلي لنا عين الجمل بس. وبسكوت ده ايه؟ ده عشان ناكل بيه بقى الجبنه. اوكي كده مثلا. والمفروض بنسيبها في التلاجة شويه عشان ايه، ماسكه، تبقى ماسكه نفسها. وادي البنجر، ممكن تعملوها في قوالب الكب كيك كده يا شريف، ونفضل بقى ايه نضغط عليها ونغمس بده. اه ممكن نعمل كده عشان الوقت. صح كده انا بعمله. اه ايوه السكين السكين. ميرسي يا فريده. انا اللي ميرسي يا شريف. احكي لنا النهارده كده سفرتك الغنيه دي فيها ايه؟ النهارده عملنا ستيك اللحمه المشويه مع صوص الاخضر الجميل اللي شبه الملوخيه ده، وعملنا رول الجبنه اللي بالبنجر. اوكي ميرسي يا فريده يا موت. ميرسي يا قمر. ميري كريسماس. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. خلينا بقى ناخد فاصل ونرجع لكم مع هيرو بيبي مع استاذ دكتور محمد البربري. خليكم معانا لو سمحتوا. اربعة